امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، وكمان رفع كفاءة بنيته التحتية، وده من خلال الاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية، خصوصا أن المعهد بيعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا فندم، بخير والله. دكتور، في البدايه قبل ما نتكلم عن كيفيه تحويل المعهد الى مدينه طبيه متكامله، عايزين نتكلم عن اهميه معهد ناصر كصرح طبي، وانجاز التعبير هو عامل جذب لكثير من المرضى سواء داخل مصر او خارج مصر نتيجه للخدمه الطبيه اللي بيقدمها. حضرتك زي ما سيادتك قلت، معهد ناصر من المؤسسات الطبيه الحقيقه التي اسست من الاول بكل معايير والكود الخاص بالمستشفيات. هو معهد حتى اسمه الكامل معهد ناصر للبحوث والعلاج. والحقيقه هو من اهم مؤسسات وزاره الصحه في تقديم الرعايه الصحيه على المستوى الثالث، اللي هي الرعايه الصحيه الفائقه او الجراحات الدقيقه جدا او الخدمات الطبيه المتميزه. المعهد كويس جدا، في امكانيات فائله، في معمول او مؤسس بطريقه جيده من الناحيه الفنيه والتجهيزيه والبشريه. بيعمل فيه الحقيقه مجموعه ضخمه من استشاري وزاره الصحه والجامعات المصريه والمؤسسات الاخرى، بيقدموا خدمات طبيه رفيعه المستوى. ويعني احنا في على مدى سنوات طويله جدا هو ركيزه كبيره جدا من ركائز وزاره الصحه. المعهد سيادتك لو تعرف هو موجود في على كورنيش في شبرا، ويا دوبك على مدخل شبرا الخيمه، يعني هو ما بين محافظه القاهره ومحافظه القليوبيه. المعهد على مساحه كبيره جدا، في قوه استيعابيه كبيره، وفي اماكن لاستيعاب اعداد اخرى من الاسره او الخدمات الطبيه. الفكر سيادة الرئيس في هذا الموضوع بتحويل هذا المكان الى مدينه طبيه متكامله هو زياده القوه الاستيعابيه للمعهد عشان يستوعب الاعداد الكبيره جدا المتردده على المعهد سواء من داخل مصر او في السياحه العلاجيه. احنا بيجي لنا اعداد كبيره جدا من بلاد كثيره بتطلب خدمه في معهد ناصر او اماكن اخرى. يعني هو فكره سياده الرئيس في اتساع في مفهوم المدن الطبيه هي فكره لتوسيع قاعده الخدمه وتوفير الامكانيات والتجهيزات وزياده عدد الاسره والتخصصات الطبيه. معهد ناصر موقعه فريد، في مركز متخصص رائع لصحه الاسره وصحه المراه، في مركز للعلاج باورام وعلاج بالاشعاع، بتعمل فيه الحقيقه مجموعه ضخمه جدا من الجراحات الكبيره جدا زي جراحات القلب. يعني عدد جراحات القلب اللي اجريت في معهد ناصر الحقيقه تقدر بالالاف على مدى السنين. طبعا الخدمات الطبيه في مصر بتتسع، عندنا منظومه للقضاء على قوائم الانتظار، عندنا مجموعه اخرى من اكتشاف الاورام واكتشاف الامراض الجينيه، فوجود مؤسسه طبيه حديثه مجهزه مستكمله الاركان الحقيقه وزياده عدد الاسره الاستيعابيه الحقيقه تكون اضافه جديده جدا للخدمة الطبية. دكتور محمد، بعد التحية، يعني هل حضرتك اتكلمت عن استحداث بعض التخصصات الجديدة في معهد ناصر، حابين حضرتك تكلمنا أكتر عنها؟ هي سيادتك الحقيقة معهد ناصر بيقدم كل التخصصات تقريبا، إنما إذا كان في بعض الجراحات أو بعض اكتشاف المبكر لبعض الأمراض أو بعض التدخلات الطبية الأخرى في مجال الاورام او مجال الامراض الجينيه او الوراثيه او الامراض الحديثه، فكل دي هتبقى وحدات اخرى تضم لمعهد ناصر. ودايما في معهد ناصر بيتم الاستعانه زي ما قلت لحضرتك في مختلف المجالات بالخبره المصريه الوطنيه في هذا المجال، وايضا بالخبره العالميه لتدعيم يعني سبل تقديم الرعايه الصحيه في هذا المجال. طيب دكتور محمد، احنا هنحتاج ان احنا يكون في مباني جديده داخل المعهد، ولا المكان المبني حتى الان يستوعب عدد الاسره اللي هيتم اضافتها؟ هو الحقيقه كان في مبنى اضافي موجود في المعهد، مبنى كبير،
كان هيستخدم في أغراض أخرى أيضا تقدم الخدمة الطبية أو الاستشفائية، إنما في هذه المرحلة هذا المبنى الجديد سوف يؤهل لاستيعاب مجموعة كبيرة من الأسرة تضاف إلى ساعة المعهد. يعني المطلوب مثلا نقدر نضيف 1000 سرير كمان إلى المعهد، فهتبقى القوة الاستيعابية كبيرة جدا في هذا المعهد. في الأرض المعهد في أراضي فاضية حواليه، لكن النقطة بتاع سؤال حضرتك يا أستاذ محمد، هناك مبنى جاهز للاستخدام هيؤهل، مش هنحتاج نبني يعني أسرة إضافية، يمكن نحتاج لكن في مبنى جاهز فعلا. لكن إذا المعهد احتاج مباني أخرى إضافية سوف تضاف هذه المباني، سواء كانت لإضافة أسرة جديدة أو لإضافة أماكن خدمات أخرى جديدة يستوعبها المعهد. ولو بنتكلم عن زيادة يمكن عدد غرف الرعاية الحرجة يا دكتور، هل هيتم زيادتها؟ ممكن جدا يتم زيادتها، لأن احنا فعلا بنحتاج لإضافة غرف أخرى للرعاية. وعايز أقول لحضرتك الطب الحديث أو حاليا اللي بيتم في العمليات الجراحية الكبيرة أو في الولادات أو في القيصرية أو في عمليات القلب، الحالات بالحقيقة فترة الإقامة في الرعاية المركزة أو في المستشفى سواء في الرعاية المتوسطة لحد الآن ينتقل إلى حجرة عادية ثم يخرج من المستشفى، يعني قصرت قوي عن الأول. يعني نتيجة للرعاية الطبية الجديدة ووجود وسائل جديدة للمتابعة، فترة إقامة المريض في المستشفى دلوقتي بقت تختصر جدا، وده اللي احنا بنسميه تيرن أوفر، إنك حضرتك تقللي فترة إقامة المريض إذا ما كانش في داعي لهذا بحيث تستوعب المستشفى عدد أكبر. يعني احنا زمان حضرتك كان ممكن العيان يعمل عملية القلب يقعد 15 يوم في المستشفى. النهارده ممكن يقعد 3 إلى 5 أيام. الولادات أو القيصرية كانت بتقعد مثلا 10 أيام، ممكن دلوقتي تقعد يوم أو يوم ونص. فهي فترة التيرن أوفر دي يعني فترة مهمة جدا للاستفادة الكبرى من الحجرات. يعني انت بتبقي عارفة عندك في المستشفى مثلا 500 سرير أو 1000 سرير، يا ترى دخلت فيهم على مدى العام كم عيان؟ ومدة ده جزء من جودة العمل الطبي. والعيان قاعد في المستشفى قد إيه؟ وطبعا قد إيه دي من غير إن شاء الله من غير أي مضاعفات أو التهابات أو مشاكل تعوق يعني إن العيان يخرج. وبالنسبة يا دكتور لوحدات الكلى ممكن الاستشفاء يتم ليس بالضرورة في حجر المستشفى، حجرات المستشفى. وحدات الكلى يا دكتور يعني بالنسبة لها هيتم فيها إيه؟ إيه فهم؟ وحدات الكلى الغسيل القلوي هيتم فيها إيه؟ أولا ازيك يا أستاذة بسام؟ صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. حضرتك الكلى طبعا عليها فيها اهتمام كبير جدا. شوفي حضرتك عايز أقول لك حاجة، ما يتم في الرعاية الصحية في مثلا 100 مليون صحة أو المبادرات الأخرى لاكتشاف الأمراض المبكرة، يعني أهم سبب لمشاكل الكلى في مصر حاليا لم تكن زي زمان. أهم سبب دلوقتي هو الضغط والسكر. ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم أو غير المعالج والسكر، هما دول أهم سببين بيؤدوا إلى مشاكل الكلى. زمان مثلا كانت الهرسية وكان التهابات الكلى والكلام ده كله عادي. فالنهارده يعني ان شاء الله بالرعايه الكامله والكشف المبكر لهذه الامراض وعلاجها بنقلل يعني مشاكل الكلى. لكن في مشاكل الكلى وفي حالات كتير بتحتاج غسيل كلوي، وفي مبادرات لتدعيم وحدات الغسيل الكلوي سواء تدعيم مادي او تدعيم مؤسسي او تدعيم تجهيزي. ثم ايضا في دعم لعمليات زرع الكلى، وعدد حالات زرع الكبد وزرع الكلى في مصر الحقيقه زادت جدا لتقليل المعاناه بتاعه المرضى. عظيم. المريض طبعا بتاع الفشل الكلوي لما بيروح المستشفى ويعمل غسيل يعني الحد الادنى مرتين في الاسبوع، وكثيرا من الحالات تحتاج 3 مرات، يعني غير التكلفه الماديه التكلفه المجهود وحد بيكون معاه، كل دي يعني مشاكل بتقابل المرضى. فالتوسع في عمليات غسيل الكلى ووجود وحدات مع زرع الكلى الحقيقه بيخفف جدا من هذه المشاكل الاداريه والفنيه
ومعاناه المرضى. وحضرتك بتتكلم عن التطوير اللي حاصل بالفعل في معهد ناصر، وكمان التطوير اللي لسه هيحصل، واختصار زمن العمليه او زمن الاستشفاء كمان بعد العمليه اللي حاصل. يمكن كان من شهرين ثلاثه كان في عمليه تغيير صمام اورتي لسيده عندها 71 سنه بقسطره اسمها تي اي في اي، ان كنت بقول اسمها صح، كانت مرفوضه قبل كده، يعني جراحيا كانت مرفوضه قبل كده، لكن تم عمل تغيير الصمام كمان باستخدام بنج موضعي لهذه السيده، والعمليه تكلفت كمان حوالي 400,000 جنيه، لم تدفع السيده اي جنيه من تكلفه هذه العمليه. حضرتك التطور الكبير هو الحقيقه، التطور في الطب التطور مذهل، سواء التطور الدوائي او التطور التشخيصي او التطور العلاجي. يعني احنا من مثلا اقول لك من 25 او 30 سنه كان عمليات القلب في مصر لسه في اول، النهارده انت جميع التدخلات الطبيه بكل انواعها الحديثه بكثر بكل تكلفتها الحقيقه بتتم في مصر. وعايز اقول لكم حاجه ثانيه، يعني نفسي حضرتك تشوفوها وتصوروها برضو بتوجيهات من السيد رئيس الجمهوريه، النهارده بتستكمل المدينه الطبيه بتاع جامعه عين شمس. حاجه مفرحه. يعني سيادتك ما يتم في الرعايه الصحيه معهد ناصر اوريدي بيشتغل، اوريدي بيعمل نتائج كويسه جدا، عمليات القلب فيه نتائجها عالميه، وزرع الكلى وزرع الكبد وكل الانواع الجراحات. انما كمان اللي بيحصل دلوقتي هو يعني تطوير اكثر، استيعاب اكثر، ده تدخلات حديثه بتتم في مصر، اولا بتوفير امكانيات من الدوله، سواء الدوله في وزاره الصحه او المؤسسات الجامعيه او ايضا من التامين الصحي زي ما حضرتك قلت، ثم كمان الخبره المصريه البشريه في هذا المجال بقت خبره رفيعه المستوى، جميع انواع الجراحات بكل يعني تقدمها في نفس اللحظه اللي بتتم فيها في اي دوله متقدمه في العالم بتتم في مصر. عظيم. وعايز اشيد برضو بقرار السيد الرئيس بانشاء مدينه عين شمس الطبيه بيتابعها جامعه عين شمس اللي هي موجوده في العباسيه، الحقيقه بتستكمل بسرعه هائله، سواء على مستوى الجزء يعني الانشائي او التجهيزي او والحمد لله البشر موجودين، فدي حاجه الحقيقه تبشر بمنظومه الرعايه الصحيه وتقدمها. واظن حضرتك كنت بتتكلموا النهارده الصبح عن التامين الصحي، ولسه يا فندم احنا عندنا، احنا بندعو سيادتك طبعا بعد انتهاء هذه المداخله، بندعو سيادتك لمتابعه فقرات صباح الخير يا مصر لحد انتهاء البرنامج، عاملين جوله في المحافظات اللي تم تطبيق فيها منظومه التامين الصحي الشامل، ونسبه اقبال الناس كمان عليها عامله ازاي، عدد العمليات اللي تم اجراءها من خلال هذه المنظومه، للشكاوى اللي تم حلها الناس اللي حتى الان، وكمان ردود افعال الناس على الخدمه الطبيه المقدمه من خلال منظومه التامين الصحي الشامل. هو على التوازي يا فندم استاذ محمد، يعني هو انت عندك التامين الصحي الشامل بيطبق تدريجيا مع اختصار مده تطبيقه في المحافظات وبدا في عده محافظات، انما اللي بيتعمل النهارده ده ما هو ده استعدادا ان الرعايه الصحيه الطبيه تستكمل، عشان كمان لما نطبق التامين الصحي الشامل في محافظه اضخم محافظه في مصر اللي هي محافظه القاهره تكون المؤسسات الطبيه كلها مؤهله لهذا. يعني ورغم ذلك حتى اللي ملوش تامين صحي شامل او تامين صحي العادي القديم كلهم بياخدوا الرعايه الصحيه الكامله. يعني سيادتك لما تروح كل يوم الصبح تشوف معهد ناصر حاليا قبل التطوير اللي هيحصل، او تشوف مستشفى جامعه عين شمس، حضرتك الاف المرضى من مختلف انحاء الجمهوريه بيجوا الى هنا عشان يتلقوا العلاج. وبعد شويه هتكون مؤسسات طبيه، في تطوير كبير جدا في المحافظات، يعني كل محافظات مصر سواء طبق فيها التامين الصحي او سوف يطبق، انت بتؤهل هذه المحافظات على كل المستويات عشان تستطيع ان تقدم الخدمه الطبيه. يعني دكتور حضرتك اتكلمت عن انشاء مدن متكامله سواء في مستشفى عين شمس التخصصي او معهد ناصر، سؤالي الاخير لحضرتك، هل هيكون في غرف للاستشفاء للمرضى؟ طبعا يا فندم، هي حضرتك يا استاذه بسنت المنظومه الصحيه بتبقى متكامله من ساعه ما تستقبل المريض وتقيم حالته. هو الرعايه الصحيه حضرتك بثلاث مستويات، في المستوى الاول اللي هي مستوى وحدات طب الاسره
ومستوى الرعاية الأولية، ثم المستوى الثاني اللي بتقدم بعض أنواع التدخلات الطبية أو العمليات الجراحية، ثم المؤسسات الكبيرة قوي زي معهد ناصر أو جامعة عين شمس أو جامعة القاهرة أو مختلف الجامعات أو المؤسسات الطبية دي اللي بتقدم الحاجات رفيعة المستوى أو اللي بتحتاج تدخلات طبية ذات خبرة كبيرة جدا ودقيقة جدا، زي ما شرحت حضرتك موضوع الأورطة أو موضوع عمليات المخ أو موضوع زراعة الأعضاء أو كده. فالعيان لما بيخش بيستقبل في أوضة ثم ينقل مثلا يعمل عملية جراحية ثم يروح للرعاية المركزة ثم رعاية متوسطة لحد ما يخرج بالسلامة من المستشفى. فهي منظومة متكاملة يعني ما نقدرش نسيبه في الوسط، لازم المنظومة بنظامها الطبي بتتم بكل هذه المستويات. عظيم. دكتور محمد، احنا عندنا من الخبرات في المجال الصحي من هم قادرون بالفعل على تطوير هذا المعهد، لكن احنا دلوقتي كمان هنستعين بالخبرات الاستشارية العالمية لمعرفة الجديد في هذا القطاع. ازاي هيتم التعاون ما بين الخبرات المصرية والخبرات الاستشارية العالمية؟ انت سيادتك بتحط تصور عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل مدينة طبية. مدينة طبية بكل مكوناتها وكل فروعها. انت النهارده سيادتك يعني مثلا التدخلات الطبية في 38 فرع من فروع الطب، وتحت ال 38 في سب ديفيجنز اخرى من كل تخصص. يعني ما اقعد اقول لك مثلا الجراحة العامة. في ناس بتشتغل في جراحة عامة، في ناس بتشتغل في الجهاز الهضمي، في ناس بتشتغل في الكلى وهكذا يعني. ففي تخصصات تحت التخصصات. فسيادتك انت تستعين بالخبرة العالمية والمؤسسات العالمية عشان لو في حاجة إضافية جديدة نقدر نحطها، بحيث بمعنى آخر احنا نجيب أحسن ما يمكن واحسن ما توصل الينا، نكون ملمين بكل التفاصيل. مظبوط يا فندم. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا لحضرتك.